عدد الأصدقاء في الدرس 78. جيد، الآن كلمتنا لهذا اليوم كلمة believe، كلمة مهمة جدا، خلينا نتعلمها ونتعلم استخداماتها في أمثلة وأيضا مرادفاتها فقط في دقيقتين. هدفنا طبعا حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا. حتى نحقق هذا الهدف الآن خلال هذه الدقيقتين، ركز معي جيدا الآن. get ready، get ready، اجهز. write all the phrases، so you need a notebook and a pencil، تحتاج إلى كراس وقلم حتى تكتب جميع العبارات. just 2 minutes، دقيقتين. and repeat after me 5 times loudly، كرر خلفي العبارات 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة. أما دروس سابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف كاملة. كلمة believe تأتي بمعنى يصدق أو صدق، اعتقد، وثق أو نظر. believe، believe، يصدق، believe. نأخذ المثال الأول على كلمة believe. I can't believe I have finally found you. I can't believe I have finally found you. لا أصدق أنني عثرت عليك أخيرا. I can't believe I have finally found you. المثال الثاني. You may believe the story that you like best. قد تصدق القصة التي تفضلها. You may believe the story that you like best. You may believe the story. قد تصدق القصة that you like best، التي تفضلها أنت. طبعا راح تأتينا كلمة best بعد دروس قليلة وسوف نشرحها بالتفصيل أيضا. تركيزنا الآن على كلمة believe. You may believe the story that you like best. جيد، كررها بصوت مرتفع، اكتبها حتى تحفظها بشكل جيد. أهم مرادفات كلمة believe: approve، يوافق، assent، موافقة، think، يعتقد أو يفكر. أيضا تأتي بمعنى يفكر أحيانا كلمة think. وكلمة trust، trust، وثقة أو تأتي بمعنى ثقة أيضا. إذن الآن كون جملة مستخدمة فيها كلمة believe. استخدم كلمة believe في جملة، اكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق حتى يستفاد منها الآخرون أيضا. شكرا لك على المتابعة، استمر بالمثابرة بتعلم اللغة الإنجليزية، وانتظرنا في الدرس القادم اللي هو الدرس 79 مع كلمة جديدة ومميزة ومفيدة جدا باللغة الإنجليزية، كلمة benefits، benefit، سوف نشرحها بالتفصيل. إلى اللقاء قريبا، شكرا لك وإلى اللقاء.